التصرفات نتاعو في هذا الإطار. وكنا تحدثنا أستاذ فيصل على انتشار الضوء الهرهيفي. زميلنا نصر الدين حميد أعطى بعض الأرقام اللي تعتبر أرقام مفزعة وملغزمون، الأرقام هذه في تزايد من سنة إلى سنة. بطبيعة الحال شوية آخر نحكيه على المؤاخذة القانونية خاصة في هذا الإطار، من تقبلها بشوية حتى قلنا أساليب العقاب بالنسبة للأسرة نتاعنا. أساليب الردع خلينا نقوله، لأنه مفهوم عند الطفل، مفهوم أنه الشيء الجيد له مكافأة والشيء السيء له عقاب، هذه مفهوم عام وضروري يتركز عند الطفل. لما يجيب نتائج جيدة ضروري الوالدين يتعودوا يعطيه حتى رمزيا مكافأة. جست نستسمحك أستاذ فيصل مش كاملو نحكيو في هذا الإطار، أما ضيفنا حاضر معانا على اعتبار أنه الالتزامات المهنية. عمر الوسليتي قاضي، مرحبا بك على موجات راديو الحياة فهم. أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية لضيفك. يعطيك الصحة. مرحبا بك. يعطيك الصحة رئيس. دونك في هذا الإطار حبينا ناخذك خذينك على الطاير الحقيقة، ونستسمحك في الوقت نتاعك، أما الرأي والمؤاخذة القانونية قلنا مهمين جدا بالنسبة خاصة للشباب نتاعنا. وسيادتكم كأخصائيين في مسألة القانون قلنا فما اختلافات حتى بالنسبة للعقوبة، وممكن من أكثر القضايا المنتشرة كالكسوة على مستوى الشباب وإلا مختلف الفئات العمرية نلقاو انتشار ظاهرة المخدرات. شكرا لاتاحه الفرصه للحديث على موضوع الحقيقه هو موضوع حارق الان، يعني نشوفه يعني احنا بالنسب المرتفعه جدا للقضايا اللي هي ضد الاطفال اللي هم تعرف خاصه فيما يتعلق باستهلاك المخدرات واستهلاك خاصه القنب الهندي اللي انتشر في الاوساط التلمذيه حتى في اوساط المدارس في اوساط المعاهد الثانويه، وتشوفوا الارقام يعني مخيفه جدا. وانه الحقيقه رغم انه مجتمع يعني منظمات المجتمع المدني طالبت بالغاء يعني فكره انه فكره تجريم الاستهلاك وتحويل الى عقوبات اخرى يعني او عقوبات بديله، وفما تم ادخال يعني تخفيف نوعا ما، لانه يعني تعرف حتى الطفل يستهلك القنب الهندي يتحاكم قبل يعني قبل ما يدخل التنقيح على القانون 53 او هذا يعني حسب ما اتذكر دخلوا تطبيق انه القاضي يمكن ان يطبق ظروف التخفيف اللي هي تطبيق الفصل 53، ورغم ذلك فان الاعداد يعني مرتفعه، ورغم انه هذا القانون الحقيقه اللي هو قانون استهلاك المخدرات يعني هو متعرفه من عام 91، الاعداد يعني عدد الشباب اللي نظن اللي تحاكموا به عدد كبير، تعرف واحد كي تحكم بعام حبس ويكون طفل او حتى شاب من 18 حتى ال 20 حتى 30 حتى ال 29 سنه، أيه. اللي كي تحكم بعام القوانين نتاعنا تمنعوا حتى باش يشتغل باش يكون، لانه تعرف الموظف يعني ما تنجمش تكون في وظيفه عموميه وانت محكوم باكثر من ثلاثة شهور ولا اكثر من ستة شهور زياده على ما يمكن يتعلمه داخل السجن. إضافة إلى يعني أنا نحكي لك كيفاش هذه المنظومة القانونية هي منظومة إقصائية، يعني من المفروض أن المنظومات القانونية تعرف ما ثماش منظومة قانونية ما تعتمدش على الإدماج، نحن منظومتنا القانونية مبنية على الإقصاء أو إخراج هذا المختلف أو اللي في نزاع مع القانون. الطفل عندما يدخل في نزاع مع القانون المجتمع أول شيء يتخذ عقوبة اجتماعية ضده، ثم القانون يواصل في نفس المسيرة ويتخذ عقوبة أيضا عقوبة الوصم الاجتماعي، ثم تنتهي بعقوبة سجنية، ثم تنتهي بأن هذا الطفل لا مستقبل له، يعني قدامه شنو؟ يا إما قدامه الانحراف والإجرام يا إما قدامه البحر يموت، يا إما ينحرف يولي مجرم يولي يمثل خطر على المجتمع. يعني فكرة أنه يكون منظومة قانونية إدماجية يعني متعلقة بأساليب أخرى مختلفة حتى العقوبات البديلة، يعني تشوف أنه فما ريتيسانس تماما أنه الناس أو أغلب المحاكم لا تلتجئ إلى هذه العقوبات، لا أعرف الأسباب، هناك ربما بعض التجارب في محكمة المنستير أو في محكمة سوسة أو في محكمة منوبة أو زغوان، بعض التجارب التي أذكرها يعني ليس يعني مش بتجارب كثيرة. يعني الحقيقة أعتبر أن المنظومة القانونية الحالية، المنظومة اللي هي تعالج ظاهرة الانحراف بصفة عامة تعالجها بمنطق أمني بحث بمنطق عقابي، لأنه المجتمع يتبنى الفكر الأبوية العقابية، لأنه نحن تعرف داخل أسرنا يعني أول واحد يخطأ تكون العقوبة، يعني هو العقوبة يا إما عنف يا إما إقصاء، يعني الأب يطرد ولده من الدار، يطرد بنته إذا ارتكبت خطيئة صغيرة أو ارتكبت خطيئة كبيرة أو صغيرة، فلم يعد المنزل هو الحاضن لها، ثم تجد نفسها أمام منظومة قانونية لا تعترف بهذا النزاع أو هذا الاختلاف، لأنه
الشاب أو الطفل في طور تكوين شخصيته سيقوم بها فوات، وأنا أعتبرها فوات ولا أعتبرها جريمة، لأنه لم يرتقي هنا الفعل أو الخطأ الذي يرتكبه الأطفال والشباب إلى منطق الكريميناليزاسيون أو ما يسمى بالجريمة، الجريمة كاملة الأوصاف أو العمل الإجرامي الذي يهدد المجتمع، ولكن هي هذه تكون في تركيبة الشباب وتكون في تركيبة الأطفال. فهنا هذه المنظومة الحالية لا تساعد على إدماج الأطفال اللي هم في خلاف مع القانون، لا تساعد الشباب على أن يتكون لهم فرص لإعادة بناء ذواتهم. للأسف الشديد أنه نحن منظومة مبنية على الإقصاء، إقصاء الآخر مهما كان. هو لو سمحت لي يمكن زاد الأضواء ما تصب على الجانب هذايا الإقصائي العقابي للمستهلكين، ولا نسمع كثير، يمكن موجود لكن لا نسمع كثير عن عقابات المروجين أو من يستجلبون المخدرات. لا يقع القبض عليهم هؤلاء، يعني هذه المفارقة، يعني الدولة عندما تسلط طاقاتها وقدرتها على القبض على الشبكات الإجرامية التي تروج هذه المواد وتجلبها من الخارج وعبر الحدود، تركز كل طاقتها على القبض على أفراد وعلى أطفال وعلى شباب للزج بهم في السجن، كأنها تبرز أن السياسة الجزائية ناجعة، ولكن للأسف أن هذه السياسة الجزائية أنتجت عدد كبير من الضحايا من الشباب. اليوم هم يعني إما حرقوا في بطوات، يا إما ماتوا في البحر، يا إما منحرفين في جرائم أخطر، واليوم يتقاهم في السجون، يعني في السجون، لأن نحن ما كناش أداة إدماجية كمجتمع، كأفراد، كجمعيات، كمنظمات، كدولة، كسياسات، كنا نعتمد على الإقصاء والعقاب والتشفي. يعني أحيانا العقوبة، يعني أحيانا العقوبة أبوية، يعني أحيانا عندما تجد أب أنه بنته ارتكبت جريمة أو استهلكت مخدرات أو كذا، فأول وسيلة لهذا الأب أو الأم أن تقفيها من حاضنة الاجتماعية من البيت أو الطفل كذلك. فبالتالي يجب أن نعيد النظر في هذه السلوكيات، أن نعطي الفرص للأساتذة والعلوم، يعني أخصائيين النفسيين وعلم الاجتماع، علم الاجتماع أن يعطي دوره في صياغة القوانين وفي صياغة التعاطي مع هذا الشباب، لأنه الحقيقة أنه سن قانون زجري بهذه الشاكلة والعقوبات يعني السنوات الطويلة، تشوف أنت حتى تو يعني نفس السياسة الجزائية الرادعة، يعني واحد على ستاتيوم فيسبوك يكون عرضة لخمس سنين سجن. يعني مش معقول أنه مرسوم في 2022 يجي يقول بسجن واحد على ستاتيوم فيسبوك لم يلحق أداء أو ضرر، أي لم يلحق أي ضرر، تلقى عقوبة خمس سنوات. يعني الحقيقة يعني ما زلنا ننتهج نفس السياسة الجزائية التي لم تعد سياسة إدماجية وأصبحت سياسة إقصائية، وبالتالي هذا المجتمع سينحرف أكثر وسيؤدي أكثر والإجرام سيزداد ويرتفع مهما كانت هذه العقوبات قاسية جدا. دونك هنية القاضي عمر الوسديتي، لازم مراجعة جذرية بالنسبة للقوانين التونسية اللي أصبحت قوانين بيتا ما زلنا قاعدين نتعاملوا بها. أنا في الحقيقة يمكن عندي ملاحظة، حكاية المراجعة الجذرية هو يجب المراجعة الجذرية لمن يكتبون النصوص، لمن يكتبون النصوص، ليس النص، النص هو وليد للفقهاء، لا النص، النص هو وليد الإنسان، النص هو وليد المشرع، النص هو وليد السياسي، النص هو وليد هذه النقاشات العميقة التي تدار الآن على هذه الموجات. فيجب أن نطلق يعني صفارة إنذار، لنقول أن هذه النصوص الجزائية التي إلى الحد الآن التي تنطبق على مجتمع متغير، مجتمع ديجيتال، مجتمع ديجيتال يمن بالحرية والاختلاف والتنوع، مجتمع متحرك تحكمه نصوص بالية يعني من ما لها 50 سنة أو 60 سنة، فبالتالي أو قوانين جديدة تعتمد التربية الأبوية القصرية، فهذا لم يعد هو للأسف لما الحوار يمتد لهذا الجانب، للأسف نمشي من نقيض للنقيض. للأسف ما ألاحظه أنه تجاه الفكرة أو العقلية الجذرية العقابية الإقصائية نلقى في المقابل نوع ما من التسيب، الانفتاح ولا قانون، معناه ما نسميه دولة لا قانون، ولا الأسرة اللي ما فيهاش ولا قانون يضبطها، ما فيهاش روادع. كيف نجد هي الفكرة المفتاح هي الإدماج، كيف نسلك سياسة الإدماج عوض الإقصاء؟ ومن مشني ضد المنظومة العقابية الردعية، ولكن بتكون مفهومة وتكون معناها عندها عقلانية في متابعة التجاوزات، ولست مع التسيب الكامل اللي يغيب فيه كل روح للقانون أو الروادع السلوكية. هو لو موقفي أنا حتى التوضيح أنه لا يعني هذا أن يعني أن الوسائل التربوية لا يعني ذلك أن
نضر انه او نشجع يعني او على على موجات اذاعتكم ان ننبه يعني الى خطوره استهلاك هذه المواد المخدره على الصحه وعلى غير ذلك، وننبه انه الشباب ان يبتعد على هذه الافه التي تدمر الشباب. ولهذا لا يعني مطلقا انه اذا نحن نبحث عن وسائل بديله للتعاطي مع هؤلاء الشباب الذين زلت بهم القدم، لا يعني انه هذا يعطي فرصه لهم للتساهل او ارتكاب الجرائم والافعال. فنحن نقول انه يجب المعالجه، وهي المعالجه هي يعني كطاقة، مش مع انه معالجه نحط يعني قانون ينطبق على الجميع. انا سامحني عندي تجربه في فرنسا، خدمت 25 سنه مع لاد سوسيال لانفونس، مع اداره الدوله الفرنسيه لرعايه الطفوله في موضوع المراهقين، وكنت كمعالج نفساني وصلت الى انه نتابع بعض الشباب في هما في السجون، معناها فتره المرافقة. انا نقولها دائما حتى في لما اضطر في بعض القضايا ان اوقف امام المحكمه، انا لست مبررا كمعالج نفساني لمنع العقوبه ان تنزل على الشاب المراهق. العقوبه اللي احقرها المجتمع لازم تكون، انا مع مرافقه هذه المساله الادماجيه، مرافقه هذا المراهق لمعالجه هذا الوضع السيء، مش لسحبه او ابعد عليه ما العقوبه عندما يكون فما خطا معين. صحيح. هي عقليه في معالجه الاوضاع، كيف نغير عقلياتنا في معالجه الاوضاع اللي فيها سلوكيات منحرفه وسلوكيات ذات خطوره. هو في الحقيقه يعني معالجه العقليات تنطلق من رؤيه مجتمعيه مشتركه، يعني وهذه الرؤيه المجتمعيه المشتركه تبنى على نقاش حقيقي ونقاش جدي في مختلف وسائل الاعلام. ولكن اليوم للاسف انه لا يوجد حوار جدي حول الافات التي تتهدد الشباب، لانه الشباب هو طاقه انتاج. اليوم نحن نهدر وقتنا في انه تعرف انت تكلفه ليله واحده بالسجن، يعني تكلفتها 50 دينار لكل ليله في السجن، يعني تتكلف على الدوله التونسيه وعلى الدافع الضرائب 50 دينار. يعني تصور انت شاب تحكم عليه بشهر سجن، يعني غير معقول انه واحد عمره 18 19 سنه ينال عقوبه شهر او شهرين، هذا غير معقول وغير مقبول، لانه كلفه السجن على الشاب ذاته هي تحطم مستقبله، ثم كلفته على المجموعه الوطنيه. يعني انا كنت مفكر احيانا انه هذا الشاب الذي زلت به القدم لو نسجله بجمعيه او نعطيه انه يسجل بقاعه رياضيه او نسجله بنشاط اجتماعي او نفتح له افاق اخرى تتكفل الدوله بها، يعني نصف المصروف اللي مش نصرفوه عليه في السجن يمكن نصرفوه عليه البرة. العقوبات البديله العقوبات البديله. جست نستسمحكم معناها مش نعرف لحضراتكم اذن صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه القيروان وما جوارها. الحياه فهم زهره الحياه.
مرحبا بكم، تليفونتكم 70 035 77 288 289، وعودة إلى ضيفنا القاضي عمر الوسليتي لحديث في موضوعنا الإدمان ومسألة المخدرات، خاصة نتحدث على حادثة القوانين. أستاذ فيصل قبيلة بشوية إذا كنت تحدثنا على من النقيض إلى النقيض في مسألة الإدماج وإلا الإقصاء وفي مسألة العقوبات. عودة من جديد لك عمر الوسليتي قاضي، دخلت معنا وكنا تحدثنا خاصة على التكلفة متاع المقيمة في السجن، ومن غير المعقول كنا تحدثنا على كونه شاب يقضي شهر وإلا شهرين في السجن. الحقيقة أن العقوبات هذه الصغيرة والقصيرة هذه التي لا تتجاوز سنة، من المفروض أنه لا يمكن أنه يسجن شخص أقل من سنة يعني بالسجن، يعني مهما تكونوا في جنح، خاصة يكونوا شباب من فئة يعني فما المراكز الأطفال اللي هي معناها ساعات يحطوهم في مراكز ويكون هذه معناها عملية إدماجية متاعهم صعبة. فبالتالي اليوم يلزمنا معناها نفتح المجال للنقاش حول هذا الموضوع، وأن المجتمع يتحمل مسؤولية في عدم أنه في إدماج هؤلاء الشباب، لأنه اليوم حتى العمل لفئة المصحة العامة عديد المؤسسات العمومية ترفض أن تستقبل الشباب اللي هي يعني أول مرة يعني يغلطوا معناها باش يكونوا يقدموا خدمة لفئة الصالح العام. هناك عمل يجب أن نركز عليه، يجب أن نغير ثقافة نحو النظر إلى الذين تزول بهم القدم على اعتبارهم جزء من المجتمع، واعتبار أنه يجب أن نمد لهم يد المساعدة لإعادة إدماجهم، لأنه هذا فيه طاقة إنتاج، ولأنه هذا وراه يعني جهد، ولأنه هذا يكون لا يكون عائق وإنما يكون له دور إيجابي في التنمية. فبالتالي أنه ما تحولش السجون إلى مثل البؤر اللي هي تنتج المجرمين. فنحن السجون اليوم اللي يمكن نحكيه على 22,000 بالسجون، يعني نصف من موقوفين، يعني هذا عدد كبير جدا في مجتمع ما يفوتش 10 ملايين. الحقيقة هي ما نقول أنا هي إطلاق اللون الأحمر اللي هو من زمان يشتعل، ولكن يجب أن يعي الذين يكتبون النصوص أن يعي أن هذه الفئة من الشباب ليس لها منطقي أنا في الخمسين، وليس لها منطقي منطق المشرع في 60 سنة ينظر إلى الشاب على أنه ابنه أو هذه الشاب على أنه ابنته، وبالتالي لها الفجوة بين الأعمار والفجوة بين التحولات العمرية بين الفئات. هذا لا يؤدي إلى سن نصوص قانونية زاجرة على أساس حماية المجتمع، فحماية المجتمع تتطلب إدماج هؤلاء وليس إقصاءهم وليس تدميرهم. هي مطلوب منا حوار مجتمعي كما تفضلت أنت، الحوار المجتمعي اليوم حول هالتطور الزماني وتطور المفاهيم وتطور أساليب يمكن العلاقات بين الأجيال، ضروري حوار، لكن أنا مش نشايف ولا منبر من منابر تفتح لي هذا الحوار. أنا مستبشر خير اليوم تدخلك معنا، لأنه على الأقل نلقي نظرة من زوايا مختلفة حول هذا الموضوع. اليوم المخصوصين يمكن في غياب هالحوار هذا ضروري تحديد المسؤوليات، هل حواضن للشاب سواء كان العائلة أو المدرسة أو المؤسسات، ضروري أنه تتحدد المسؤوليات وشنو اللي يمكن نساعدهم في فهم هذه الظاهرة، شنو اللي من زاويتك تنجم تقوله للعائلات على الأقل كمسؤولية. نقول في مرافقة، أنا في أول تدخل اليوم في الحصة تكلمت على المرافقة، والمرافقة مش مراقبة، مرافقة للمراهقين هي السير معاهم وتسمح لهم أنهم يخوضوا تجارب، لأنه المراهقة هي الفترة اللي يمكن يخوض فيها تجارب باش يبني ذاته، باش يلقى نوع ما من اللي استيم دسوا معناها التقدير الذاتي، التقدير الذاتي حتى لا تكون مسقطة، يعني حتى لا تكون هذه المرافقة هم يرفضوا الإسقاط. إذن ضروري أن يجرب حتى اللي تقوله له كقيم يلزم يجربه في معترك الحياة ويقتنع به من خلال تجربته. إذن هالمرافقة هي حوارية أكثر منها رقابية. هذا انقطع في نعاود اذا كان معناها مازال معنا القاضي عمر الوسليتي. الحقيقه التدخل نتاعو ممتاز جدا، وخاصه في تل الموضوع اللي قاعدين نحكي فيه استاذ فيصل. كان تحدث القاضي عمر الوسليتي على تغيير القوانين خاصه فيما يخص قانون استهلاك المخدرات. القوانين البنيه المنظومه القانونيه الحاليه هي تعالج ظاهره الانحراف بمساله قانونيه بحته، العقوبات المسلطه
على مثل هالشبين ذوما اللي قاعدة تتفاقم ظاهرة المخدرات، مانيش قاعدين نصلحوا في الشباب بتاعنا. هي الظاهرة هذه ظاهرة استهلاك المخدرات والانحرافات عندها معناها جوانب كثيرة. الجانب القانوني ضروري مراجعة التشريعات ومجروع مراجعة العقلية العقابية الموجودة في المجتمع اللي هي لا منطقة فيها، ما فيهاش ولا منطق، لأنه كما قلنا يمكن المروجين يمروا من الشباك بينما المستهلكين الصغار على سيجارو ياخذ عام يقضي له على مستقبله، ثم لا يرافقوا في خلال هالعام هذا لفتح مجالات أخرى للحياة باش كي يخرج من السجن يلقى مجال للحياة، كأنه عام السجن عام عقابي أفي معنا طول مدى الحياة، يخرج يلقى المجتمع رافضه، تلقى المؤسسات رافضة أن تتعامل مع الشباب ذا. إذن فما عقد تشريعي ضروري التغيير، فما عقلية مجتمع ضروري أن ينتبه لكيفية الأسلوب منهجية التعامل مع الظواهر هذه، كيف نتعامل معها بعقلية الإدماج، بعقلية الإصلاح والإدماج أكثر منه عقلية العقاب والإقصاء. هذا اللي ما استشفيته على الأقل من مداخلة نقطة مهمة زيدا كانت راحة القاضي عمر الوزليتي في مسألة تعطى الفرصة للأخصائيين النفسيين وعلماء الاجتماع الدور متاحهم في صياغة القوانين. هذا هنا نعتبره جانب هذا جانب جيد في إطار الحوار المجتمعي اللي اقترحه، وأنا معاها الموضوع هذا أنه يقع حوار في منابر معينة في الإذاعات والتلفزة في المجتمع عبر نوادي لإلقاء نظرات مختلفة من تخصصات مختلفة تساهم في بلورة عقلية معالجة هذه الظاهرة. أخصائيين نفسانيين، طب نفسانيين، المجتمع المدني، علم الاجتماع، المجتمع المدني، قانون، قضاة، ضروري أنه نقع التدخل لكثير من العناصر المهتمة بهذا الشأن باش تصيغ عقلية، أنا أقول قبل القانون عقلية جديدة في معالجة الظاهرة وتشريعات جديدة تواكب على العقلية هذه. أنا مش نرجع يمكن نطرح تعليق. أي حاضر معنا القاضي عمر الوسليتي من جديد، مرحبا بك من جديد سيد الرئيس. على الفتاة عذرك. مرحبا. أنا طرحت سؤال حول ما يمكن من زاويتك أن تقوله للعائلات كمسؤولية في مرافقة الشباب هذه. اولا انه ما يلزمش العائلات تعتقد انه يعني احنا ديما عندنا نظره يعني نموذجيه او يعني ما نحبوش احنا اولادنا حتى في المجتمع يحاسبنا كانه نحن فشلنا في التربيه وانه واحد من اولادنا غلط ولا واحده من بناتنا غلطت، فالمجتمع يسلط سيات يعني الجلد على الاب او الام انها فشلت في تربيه الاولاد او فبالتالي تكون العقوبه مضاعفه على ذلك الطفل ويكون يعني استعد هذه العائله للتضحيه بهذا الطفل. فانا ادعو على عائلاتي لان هؤلاء الاطفال يعني في النهايه لم يرتكبوا جرما لانه ما زال لم يستوعبوا ان ذلك تجرمه القوانين، وحتى كان يعرفوا ما كانش عندهم وعي كافي بانهم يرتكبوا اخطاء. نعتبر ان تلك هي من الاخطاء ويجب ان نقف الى جانبهم وان نرافقهم وان ننصحهم وان نقف الى جانب الى نهايه المطاف. يعني لا يجب ان نستسلم، لا يجب ان نقول احنا نقولوا من هبط يدينا، معناها هبط يدينا ونقولوا الطفل هذا ما منه حتى بيت، لا وضاع منه لا لو عملت ما ينفعش فيه العقار ولا ينفع العقار فيما افسد دار، ولكن هذا الشاب يمكن في لحظه من لحظات في غفله منا ان يصبح اداه انتاجيه كبرى وان يكون انسان صالح يبني المجتمع. فبالتالي لا تشعروا بالخذلان، لا تخذلوا ابنائكم واطفالكم لانهم في النهايه هم اطفال، وفي النهايه الطفل ليس له وعي، ليس له عقليه المجرم الخطير الذي نضج وتربى وترعرع في الجريمه واصبح مجرم محترف، وهذا هو المجرم الذي يجب ان يزج به في السجن. وان حتى الناس هذه، لاني انا ما زلت اعتقد الى حد الان انه في القرن هذا لم تعد السجون يعني اصبحت السجون هي أداة لا إنسانية، لأنه الآن المجتمعات تفكر في أدوات أخرى حتى في الجرائم، إلا عدا في الجرائم الخطيرة التي تكون جرائم خطيرة جدا تكون السجون وبعدد قليل، أما بقية الجرائم التي تحصل داخل المجتمع يجب أن نغير هذه الأدوات اللا إنسانية اللي هي السجون، أن نسجن شخص، أن نسجن إنسان بين قضبان وراء جدار سميك لا علاقات خارج المجتمع. وبالتالي هذه عملية السجون التي نبنيها ونتفاخر بها هي أداة سيئة جدا،
أثبتت التجارب في الدول الغربية أن السجن هو أداة لصناعة الجريمة أكثر من أداة لإصلاح الناس. هو للأسف ما زلنا حبيسي مخيلة معينة نابعة من تراثنا، أنه بالوعظ الوعظ والإرشاد اللي يعملوا في المساجد أنه نصلح السلوكيات. ضروري أنه نخرج من عقلية، أنا نقول للوالدين بالأساس نخرج من عقلية الوعظ والإرشاد والإسقاط للصور الأشياء الصعبة نسقطها على ضروري الحوار. أنا من أول الحصة ندعو إلى أنه المرافقة، رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول لاعبهم سبع وأدبهم سبع ورافقهم، المرافقة هي جاية من الرفق، الرفق في الأكومبانيمون، معنى أنك كنش تواكب أبنائك بالحوار وتسمح لهم في فضاء معين للقيام بتجاربهم ليقتنعوا باللي أنت تحب توصله، يقتنعوا من خلال تجربتهم أكثر منه بالوعظ والإرشاد. سعيد جدا أنا بأنه هذا الحوار القيم، وأنا يعني أشجع أسعد الحقيقة سيد القاضي في الإذاعة الفتية، أشجع هذه الإذاعة على ما تقدمه من برامج وعلى هذه الجودة وعلى هذه وعلى ضيفك الكريم الذي تفضل بتقديم يعني تجربته المهمة والملهمة لنا جميعا. فأنا دائما أشكر هذا إعلام القرب الذي يقدم الآن الإضافة عوض إعلام ما يسمى بالبروباغندا، إعلام البوز للأسف اللي هو كان سبب من أسباب انتشار هذه الظواهر اللي هي ظواهر خطيرة على المجتمع. يعطيك صحة سيد القاضي عمر الوسليتي على المداخلة القيمة اللي خذيناها وتناولناها معاك هنا يا دمتخل، وجدان القاضي في هذا الإطار والتعامل في مثل هالقضايا اللي يعتبر جدا مشكور جدا القاضي عمر الوسليتي على التدخل. سمعنا كلمة مهمة، سجون أداة لإنسانية، السجن أداة لصناعة الجريمة. هنا نتحدث على المنظومة القانونية الحالية تعالج ظاهرة الانحراف بأمور قانونية بحتى حدثت القوانين برشا مفاهيم تطرقنا لها، لكن الحاجة المهمة جدا اللي في مداخلة السيد القاضي عمر الوسليتي هي كالجانب الإنساني من بالنسبة فيما يخص القضاة وتعاملهم حالة بحالة مع مثل هالظواهر هذوم. أنا مداخلة تثلج صدري بخصوصك جاية من عند قاضي، أنه كنت اللي كنت أتذكر فيه مريم أنه سجون لا إنسانية وأنه التعامل حالة بحالة وأنه ضد المنظومة العقابية وأنه مع المرافقة للإدماج، أنه قاضي وقضاتنا في تونس تبارك الله ومن قضاة الشباب اللي يدفع إلى الانفتاح يدفع إلى مراجعة القوانين. أنا نقول نستبشر خير لما تكون العقلية ذي سائدة بين القضاة، نقول هذا يشجع على أن الحوار يمكن بين مكونات متداخلين في المجتمع لازم تقع ليتحمل كل متدخل سواء كان أخصائي نفساني أو قاضي أو مرافق مربي أو أستاذ أو ولي، ضروري كل واحد يتحمل مسؤوليته لإنقاذ شبابنا لإنقاذ هذا الجيل هذايا، لأنه من جهة كما قلت فما مروجين وفما تجار مخدرات يستهدفون أبنائنا ومحيطات المعاهد كسوق مروجة لبضاعتهم ويستغلون غياب الردع الأمني في هذا الإطار، وبين تشريع ظالم يقضي عوض ما يصلح هالنتائج هالتسيب هذا يزيد يفسد شبابنا بالقضاء عليهم بأحكام سجنية من أجل تدخين سيجارة بعد مرات يفقد الشاب مستقبله لأنه يدخل السجن لسنة يتعلم في داخل السجن لأنه يتعرض لصغر سنه يتعرض لأوبئة فساد كبيرة داخل السجون ويتعلم الإجرام ونعرف شنو هو اللي قاعد يتعرف في السجون. باش نستسمحك أستاذ فيصل لخاطر عنا حاضر معنا تليفون ونظرا لضيق الوقت نقول ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك يا مهران. يعيشك ربي يبارك لك مدام على الموضوع المهم جدا، مرحبا بك سي فيصل. اهلا وسهلا بك. كنت نشوف الابتسامه نتاع سي فيصل على التدخل نتاعك مهران. انا اقول في داخلي العقلاني وصل. ربي يبارك لك. شاد نعتز بها سي فيصل. باختصار معكم شو وقت. انا مانيش باش نحكي في اللي موجود خاطر كل نشوفوا فيه مانيش نزيد حاجه كبيره. دونك لهنا عندي
أثرت اهتمامي نقطة برك في الروبورتاج اللي عدا في نصر الدين. هما نقطتين الحقيقة. أول حاجة الحضور الذهني والصوتي ما شاء الله والكاريزما اللي عند في نصر الدين. اثنين أني سب المرتفعة اللي هي جزء الخط الأحمر. أنا كمواطن اليوم وقت اللي نسمع النسب هذه في كل المجالات مش في كان في المخدرات تجاوزت الخط الأحمر. أنا لهناك مواطن نقف ونقول اسكو احنا غدوة، أنا كمواطن باش نلقى غدوة كبير زعما باش يداويني، اسكو باش نلقى معلم أنا غدوة موجود في المدرسة، اسكو باش نلقى موظف يخدمني ويخرج لي ورقة. لهنا نقول شكون باش يخدم تونس غدوة. أنا مش نقول حاجة للمسؤولين، هو سؤال مطروح عند الناس الكل. المسؤولين هذم على شكون مسؤولين؟ إذا كان عندهم جيل آخر وشعب آخر تحت الأرض مسؤولين عليه ويهيئوا فيه الغدوة، مثالش قولونا أيها الشعب راهو مدة الصلاحية متاعكم وفات، أنتم ما عاش حاشنا بيكم. مثالش نتقبلوه الأمر. علاش؟ خاطر في كل المجالات وفي كل خاصة للأجيال الجديدة هذه، أنا وخاصة مش نقول بعد اللي نسمع سيد القاضي مشكور جدا، وقت اللي نسمع أنا المسجون أكثر من 22 ألف مسجون في تونس في بلاد فيها 10 ملايين أو 12 مليون، السجين يستهلك 50 دينار كل يوم يعني 1500 دينار في النهار، شوف قديش من سجين. أنا نقول مدام اليوم أحنا مستحقين لتوجيه الأموال لذوما الحاجتين، أول حاجة الإصلاح وتطوير المنظومة التربوية، اثنين التكوين الأولياء. فمن سؤال يقول اسكو احنا الاولياء، انا واحد منهم، احنا مؤهلين باش نربيو اجيال تواكب الحداثه وتواكب العصر الجديد والرقمنه؟ احنا ماناش مؤهلين. احنا اليوم الاولياء في حد ذاتنا مستحقين التكوين باش نجمو نربيو جيل جديد يكون صالح في المجتمع. اثنين القوانين صحيح موجوده وصحيح نعرفوها الناس الكل، لكن في حاجه الى تطوير مدام، في حاجه الإعادة النظر فيها والأكثر صرامة، خاطر كما سمعت وكما نعرف الناس كل اللي في سجن عمره ما كان رادع. القوانين عمرها ما كانت رادعة، والأساليب زادة اللي تستعمل فيها الأولياء لتربية الأجيال الجديدة زادة غير كافية. يعني إنسان كي يعيط ولا بش يضرب ما عنده وين بش يوصل، دونك لهنا يلزمه تكوين بش ينجم يربي صغيره. هو على كل التكوين والحوار اللي يدعاله، هو هالمنبر هذا منتدى الحياة، هو المنتدى جعل للحوار في هذه المواضيع لتغيير عقلية والمعتقدات الخاطئة اللي قاعدين عايشين بها واللي تسببنا في مآسي في حياتنا. هذا هو رسالة هالمنتدى هذا، وتدخلك وتدخل كثير من المستمعين وتدخل السيد القاضي والمختصين هو لديمومة هالحوار هذا، ويمكن لي باش يتوسع ويمس جوانب كثيرة من مجتمعنا اللي صابها الصمم للأسف. المسؤولين عنا أكثر المسؤولين يشوفوا في أحذيتهم مسيرجة ولا ما يشوفوش الغدوة، ما هزوش نظرهم باش يشوفوا غدوة للأسف. إن شاء الله يوم الأيام هالحوار هذا يمتد ونعمل 14 جام في أخرى تثور الحكاية، تثور مفاهيمنا، ثورنا احنا، معناه مش مسألة شعب وسلطة، الشعب والمجتمع ضروري ان يغير عقليته، يغير لانه تبدا من العيلة الى المجتمع الى الحكومة الى ضروري انه عطعمتنا النقوص. يعطيك الصحة ساعة مهران على تدخلك معنا في موضوعنا لليوم. غو ميرسي سيد المخرج، قررت في النهاية على اعتبار انه الوقت داهمنا. مشكور جدا استاذ فيصل الكعبي مختص ومعالج نفسي من ابو خيط، في الاخراج تقنيه حسن محمد سيف الدين بولعريس، كوتي ديجيتال ما ننساوش زميلنا ناصر الدين حميد اللي عمل لكم الفيتير والتحقيق اللي سمعتوه، وسام القاقني في الميكرو تروتوار، سوسن القفسي في استقبال مكالماتكم الهاتفيه، مريم منصوري كوتي ميكرو. نقولكم غو ميرسي اللي تابعتونا اليوم في منتدى الحياه، خليكم برانشي على 5 اف.